سنة 1957 و59 وكمان 86 و98 و2006 و2008 و2010 مصر قدرت إنها تحقق سكور عالي جدا في الحصول على النجمة السمراء كأس الأمم الأفريقية في القارة الأفريقية، ومنتخب مصر الحقيقة ليه بصمة خاصة جدا في هذه البطولة، يمكن من أكتر المنتخبات في القارة الأفريقية مشاركة في هذه البطولة 46 مرة بنتكلم فيها، حصد 7 مرات هذه البطولة، يليه منتخب الكاميرون 5 مرات. طب ليه احنا بنقول المقدمة دي؟ عشان النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء موعد مباراة منتخب مصر أمام السودان في أمم أفريقيا، واللي بنتمنى من قلبنا التوفيق والدعم والنجاح لمنتخبنا الوطني في مسيرته في أمم أفريقيا. النهاردة هيلاعب منتخب مصر بقيادة كيروش نظيره السوداني في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا والمنعقدة بالكاميرون لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة. كل المصريين مستنية الماتش ده عن كثب زي ما احنا بنقول كده، وبنتمنى دايما ان في اي بطولة او اي مشاركة ان مصر بقى تاخد النجمة التامنة والسكور الثامن في هذه البطولة، لان من 2010 برضو احنا كتير قوي 12 سنة يعني ما شفناش بطولة في الأمم الأفريقية، فعايزين إن شاء الله نستبشر الخير كده بمنتخبنا إن هو يحقق بصمة فريدة في هذه البطولة. معنا دلوقتي على التليفون أستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي. أستاذ هاني تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. مساء الخير عليكي، وسعيد بالمقدمة اللي اتكلمتي فيها عن منتخب مصر، كل دعواتنا ليه بالفوز إن شاء الله. يا رب. لا، الأمم الأفريقية دي ليها يعني طبيعة خاصة وأجواء خاصة جدا، خاصة يعني أيام كابتن حسن شحاتة ربنا يديله الصحة 2006 و2008 واللي بنتكلم كمان بعد كده في 2010، فالبطولة دي ليها طبيعة ومشاعر خاصة بالنسبة للمصريين، فقول لنا بقى هل نستبشر خير وفرص الفوز أخبارها إيه في مباراة النهاردة مع السودان؟ طبعا احنا بنتكلم عن المباراة قبل 30 دقيقة بس من انطلاقها. طبعا كارلوس كيروش فاجئنا بمفاجأة سعيدة بان هو في ثبات في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر، محمد الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال ومحمد عبد المنعم وحجازي وايمن اشرف في الدفاع، النني وعمرو السلية وعبد الله السعيد في وسط الملعب، معاهم صلاح ومرموش ومصطفى محمد. بالتالي احنا بنتكلم عن حاجه من المفاجآت السعيده بجد ان كارلوس كيروش بدا يستوعب فكره ان ثبات التشكيل ومنح اللعيبه الاماكن بتاعتهم بشكل كبير. بنتكلم عن مباراه كمان، لكن انت تخيل ان دي مباراه تجمع الفريقين اللي هم خاضوا اول مباراه في تاريخ بطوله امم افريقيا عام 57 لما شارك 3 منتخبات مصر والسودان واثيوبيا، وكان اول مباراه ما بين منتخب مصر والسودان، واحنا بنتكلم على اعرق المباريات في تاريخ البطوله، هي مباراه ما بين منتخبين شقيقين. اعتقد ان برغم الظروف اللي مر بيها المنتخب السوداني الا ان المباراه بتاعت النهارده مباراه مهمه جدا في مشوار الفراعنه او مشوار منتخبنا المصري في بطوله امم افريقيا. كان دايما يعني في الماتشين اللي فاتوا مع نيجيريا وغينيا بيساو يعني ما كانش فيه رضا شعبي كامل بالنسبة للأداء في المنتخب، لكن لو احنا بنتكلم في ان حضرتك يمكن اشرت ان كيروش يمكن في بعض النقاط بدأ ان هو ياخد باله منها، وده حصل في التشكيل اللي تم اعلانه في مباراة النهاردة، نقدر ان احنا نتفائل كمان مش بالدور الـ16 ولكن دور الـ8 ودور الـ4 وبعد كده ان شاء الله النهائي بإذن الله، يعني نقدر ان احنا نتفائل بهذا التشكيل او في نفس الوقت بهذه المشاركة؟ اكيد طبعا. انت بتتكلمي عن منتخب مصر صاحب الرسمه او البسمه الاكبر في بطوله امم افريقيا والتاريخ الحافل من البطولات، 7 ألقاب، وبالتالي فكره ان اي منتخب بيقابل منتخب مصر في مباراه في الادوار الاقصائيه بيعمل حساب لاسم مصر قبل اسم اللعيبه، بخلاف وجود تشكيله او كوكبه من لاعبتنا المحترفين على راسهم محمد صلاح. وبالتالي احنا عندنا يعني ما نملكه من الخبرات اللي تاهلنا ان احنا نفوز بالبطوله. وعايز اوضح يعني لحضرتك وللراي العام نقطه اساسيه، لما اتكلمنا على حضرتك اشارتي في المقدمه عن الكابتن حسن شحاته والثلاثيه التاريخيه، احنا لما فزنا ببطوله امم افريقيا 2006 لم نكن في المستوى الكامل 100%. صحيح. مستوى المنتخب تصاعد في 2008 ثم في 2010 قدمنا سيمفونيه رائعه من المباريات، بعد كده تاهلنا لكاس العالم للقارات ولعبنا ماتش تاريخي قدام منتخب البرازيل، وبالتالي
لما بنيجي نتكلم عن اجيال جديده للمنتخبات بتحتاج من السنوات الكثيره علشان خاطر تقدري تبني جيل يقدر يدينا المستويات الكبيره اللي احنا كنا يبقى في نضج في اللعب. وبالتالي انت علشان خاطر نقارن فمن الظلم ان احنا نقارن جيل 2010 مع الكابتن حسن شحاته بالجيل الحالي، خاصه ان الجيل الحالي فيه عناصر كتير جدا جديده على المنتخب. عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم اللي بيشارك لاول مره مالوش اربع خمس مباريات. فبالتالي بخلاف كمان ان احنا عندنا مشاكل في الغيابات بالنسبه للاعبين المصابين سواء احمد فتوح او اكرم توفيق في الجبهه اليمنى. وبالتالي لا، احنا في احنا ماشيين بخطى ثابته. المفاجآت احنا نتمنى ان ما يكونش في مفاجآت النهارده لمنتخبنا. يا رب. كل الدعم كل الدعم للجهاز الفني. البطوله في الفتره الاخيره او في اليومين الثلاثه اللي فاتوا كان فيها مفاجآت مدوية. منتخب غانا احد اعرق المنتخبات اللي في القاره السمراء بيغادر البطوله قدام منتخبنا منتخب جزر القمر الشقيق. وبالتالي لما تيجي تتكلمي عن منتخب مصر، اعتقد ان تجاوزنا النهارده لمباراه السودان نبدا نفكر بعد كده للمنافسين اللي احنا هننتظر ايا منهم. خاصه ان احنا برضو يعني في اريحيه تامه لان احنا مش هنقابل منتخب الجزائر في الدور الجاي بعد تاكد عدم تاهل منتخب الجزائر كاول مجموعه، وان هو بيلعب على المركز الثاني، وبالتالي طريقه بعيد خالص عن منتخب مصر. والدربيات العربيه دي هي من الدربيات الصعبه بين الفريقين. بكره في يعني مباراه ناريه لمنتخب الجزائر. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي على هذه المشاركه، وبنتمنى الفوز يا رب لمنتخبنا الوطني، مش في المباراه دي بس، احنا طماعين دايما، ولازم يعني في مش طمع يعني طموح ان دايما ان شاء الله المنتخب يكون متصدر وفي نفس الوقت يحصد هذه البطوله الثامنه للامم الافريقيه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الغالي.